وانتقالاً لأولى فقراتنا خصصناها لكل الأهل اليوم يلي عندهم طلاب وعلى وشك هلا يرجعوا يبدأوا بعودة المدارس وللدراسة من أول وجديد. ولكن قبل ما يبدأوا بالعودة للمدرسة لازم نهيئهم نفسياً، وفي طرق أكيد تحفيز نفسية لحتى الطلاب يرجعوا بكل شغف، خلينا نقول، وما يستغربوا أو ما يصعب عليهم الجو يلي كنا مستعودين عليه كل سنة، ولكن ممكن بعد هاي القطعة يخف عندهم الحماس شوي. لهيك اليوم عنا طرق جديدة ممكن يتبعوها الأهل. أكيد عفاف، لأنه أيام كتير قليلة أكيد بتفصلنا على بداية العام الدراسي الجديد، لازم يكون في تحضيرات، في استعداد كتير كبير إن كان من الأهالي أو الطلاب أو حتى المدرسين، استعداد للعام الدراسي ليكون في تحصيل دراسي ناجح. أكيد كهيدا الشيء ممكن يتحقق من خلال إنه احنا نشجع ونحفز الطلاب على الدراسة بعد فترة الانقطاع، نعلمهم كيف يعرفوا ينظموا وقتهم، ينظموا دراستهم. أكيد هذا الشيء بتحقق من خلال وضع أهداف واستراتيجيات ممكن تختلف بين الطلاب حسب المراحل العمرية. رح نعرف تفاصيل أكثر مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، نسور عصام صفية، مدربة مهارات حياتية وتنمية ذاتية. صباح الخير أستاذة. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير استاذه، واهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم بعد هالعطله الطويله هي، واليوم يمكن الاطفال او الطلاب ما عندهم الدافع او الشغف لحتى يرجعوا للمدرسه مثل ما كان يمكن ايام زمان قبل ما يعرفوا شو المدرسه او شو العطله، يكونوا كثير مندفعين او متحمسين. اليوم شو اهم التحضيرات يلي لازم يتبعوها الاهل لحتى تحفز الطلاب للعوده للمدرسه بدون ما يستغربوا الوضع؟ شكرا كثير لطرحكم لهذا الموضوع، لانه بالحقيقه هذا الموضوع كثير مهم بعد العطله الطويله يلي كانت موجوده عند الاطفال او حتى عند الطلاب، مارسوا خلال هالعطله هواياتهم، نشاطاتهم، اهتماماتهم، فرغوا فيها الطاقات اللي بذلوها بالعام الدراسي السابق، بذلوا جهد كثير كبير، قدموا فحص، تعبوا، اشتغلوا كثير على حالهم. بعدين جت فترة هذا الانقطاع اللي مدته كانت تقريبا 3 أشهر. بعد انقطاع 3 أشهر نحن بحاجة لبرمجة عقلية، وهي البرمجة تبدأ من عند الأهل للمدرس للطالب بحد ذاته. كيف نحن بدنا نشتغل مع الأهل؟ من خلال العبارات الإيجابية يلي بتقولها الأم أو الأب لطفلة لليافع الموجود عندها. نحن البرمجة العقلية إذا كانت هي برمجة سيئة بألفاظ سيئة، سيئة بألفاظ موروثة، سيئة بأمثال موروثة سيئة، حتما رح يتبرمج العقل بشكل خاطئ. وإنما إذا نحن بنحفزه، بنعطيه رسائل يومية، هي الرسائل تبني لما بعد أهدافه بتكون موجودة عنده. وقت أنا كثير بتفرق، وقت أنا بقول له يا حرام بكرة رايح على المدرسة، أنا كثير زعلانة عليك، هي الألفاظ عم تحط أو عم تكون موجودة بالعقل اللاواعي وعم تأثر تأثير كثير سلبي بنفسيته. فرح يحس الطالب بمجرد سماعه لهي الألفاظ السلبية أو العبارات السلبية بضغط نفسي، أنا شو منتظرني بالعام الدراسي. وإنما الأهل الإيجابيين، الأهل اللي عندهم وعي كافي بتحفيز ابنهم على الدخول للعام الدراسي الجديد، نحن أملنا كتير كبير فيك، نحن كتير عنا إيمان بقدراتك، نحن متحفزين لنتائجك اللي حتكون موجودة وحتترجم على أرض الواقع من خلال إيماننا بقدراتك. بعد دور المدرس بالمدرسة، وقت بيكون المدرس عم يستقبل العام الدراسي من خلال التحفيز، من خلال الطرق الدراسية يلي لا تعتمد على التلقين وإنما تعتمد على المشاركة بالعملية التدريسية بين المدرس والطالب. فأكيد الطالب بهي المرحلة رح يكون في عنده إقبال، رح يكون في عنده استمتاع لتلقي المعلومة. تمام، يعني ذكرتي أنه الطلاب كانوا بفترة انقطاع اليوم عن الدراسة والمدرسة، عندك بعض الطلاب يلي قضت سلاية مع رفقاتها مع أهلية أو ممكن سجلت بنشاطات معينة، اليوم يمكن خلص صار في يمكن لازم نعمل ضبط، إحنا لازم خلص أيام قليلة على المدرسة، لازم نهيئهم تهيئ نفسي. خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم ندعمهم نفسيا ومعنويا قبل دخول العام الدراسي الجديد. حقيقة نحن بدنا نعرف شو هي البرمجة العقلية الموجودة عند الطالب بحد ذاته. ف
في أطفال أو خلينا نقول طلاب، يعني إحنا عم نحكي بالمجمل، مبرمجين برمجة عقلية غير صحيحة. تمام. يعني الوقت ممتاح لك بكل الوقت، ما في عنده ضبط للوقت اللي موجود عنده، وإنما نحن مجرد ما حطينا لكل هدف وقت معين، لكل نشاط وقت معين، لكل عمل نحن بدنا نقوم فيه في له وقت بداية وفي له وقت انتهاء والانتقال للنشاط اللي بعده. أنا نقلته من برمجة عقلية معتادة سيئة لبرمجة عقلية صحيحة. وقت بيكون عندي الطالب هو موجود خلال الزمن، ما بيعرف الوقت اللي استغرقه بالدراسة، ما بيعرف الوقت اللي استغرقه باللعب، ما بيعرف الوقت اللي عم يستغرقه بأي هواية من الهوايات. هون رح يصير في عندي هدر للوقت، رح يصير في عندي إضاعة للوقت، رح يصير في عندي إهمال لأحاله أنه هو ما له ملحق دراسته، خلص لنهار مضى لنهار، نحن 24 ساعة ما استثمرناها بالشكل الأمثل. صحيح. وإنما وقت بيكون الطالب في الزمن، شو يعني في الزمن؟ يعني أنا لكل نشاط، لكل مهارة، لكل هواية، لكل دراسة، لكل نشاط، لكل هدف حتى موجود أنا عم قوم فيه، في إله وقت بداية، في إله وقت نهاية، والأهم من ذلك في مكافأة. العقل وقت أنا بدي حفزه لازم يكون في عندي سبب، في عندي نتيجة، بالنص في عندي محفز، وبالنهاية في عندي مكافأة. مكافأة الدماغ البشري الإنسان وقت بيكافئ ذاته وبيكافئ دماغه فبيتحفز لحتى أنه يقدم أكثر. أي شيء أنا بدي حفز، إن كان لاعب، إن كان طالب، أي إنسان، إن كان عامل، أي إنسان أنا بدي حفزه للقيام بأعمال، بده يكون في عندي سبب، بده يكون في عندي نتيجة من خلالها، بده يكون في عندي مكافأة. مكافأة. هي المكافأة هي اللي رح تعطيه الحافز لأنه يستمر ويشتغل أكثر. تمام. طيب أستاذة، بما أنه جبنا سيرة النتائج والمكافآت وهي القصص، يمكن في طلاب بتقلك بالعام الماضي يمكن ما حصلت على النتيجة المرضية لإلهم أو الأهل بدهم طلابهم يكونوا دائما من المتفوقين، ولكن هلأ لسه عندهم فرصة لحتى يبدأوا من جديد. يعني دائما البدء من جديد بنحسه أمر صعب، ولكن بيعوضنا عن اللي راح. اليوم إذا أنا بدي حد خطة للعام الدراسي تعود ابني عما فات ويصير حدا متفوق. السنة الماضية يمكن كان حدا جيد أو جيد جدا، هاي السنة بديها يكون متفوق، شو هي الطريقة يلي لازم يتبعوها الأهل؟ إذا نحن عم نحكي بشكل عملي، أي غرض أنت بتشتري بتحبي أن استعماله بشكل مباشر، أي طبخة الأم بتطبخها دغري بتقدمها لأهل بيتها، فهن بيحبوا يأكلوها بشكل سريع وبيستلذوا بطعمتها. طيب أنا طالب عندي أخذ الدرس هلأ، شو الغاية؟ لازم أنا شو أعمل؟ هل لازم أنا أتركه للحصة يلي بعدها، ولا أنا مرن نفسي أنه أنا أي مهمة أو أي مهام أنا قمت فيها لازم مباشرة قوم بدراستها؟ فالتأجيل رح يؤدي لنسيان المعلومة. خلينا دائما نكون حريصين على الاستخدام أو ممارسة المعلومة بشكل سريع، جاء من المدرسة فورا الدرس اللي هو أخده، نتساعد به. مو طبعا هذا موضوع كتير مهم انه الاهل يحلوا الواجبات او الاهل هن يتساعدوا بحل الواجبات، وانما يكونوا مشرفين على عملية اداء الواجبات. اشراف ممكن اذا طلب المساعدة قدموا له مساعدة، ولكن ما هن يكونوا القائمين على عملية اداء الواجبات بدل ابنهم. او تعال لحتى حفظك الدرس، هون الاكبر بيصير في عنده الطالب اتكالية. نحن اليوم عم نعمل برمجة عقلية، برمجة للذات، برمجة لإدارة الذات، برمجة للمهارات اللي موجودة عندي هي بالأصل، ولكن أنا ما عم بعرف كيف استثمرها. أي درس، أي نشاط، أي معلومة أنا أخذتها بالمدرسة مباشرة بدنا نرجع على البيت ندرسها، نكتب وظيفتها ونحضر لقدام للحصة المقبلة. هلأ في بعض الأشخاص بيقولوا طب نحن هيك قضينا كل نهارنا بالدراسة وهذا شيء منفر وهذا شيء ممل كتير يعني بالنسبة لنا، طب نحن كيف بدنا نمارس هواياتنا نشاطاتنا؟ ما في مجال للعب، ما في مجال للتلفزيون، ما في مجال للسوشيال ميديا.
حقيقة موضوع السوشيال ميديا هو موضوع شاغل كثير من المراهقين أو خلينا نقول اليافعين حتى الأطفال، وعم ياخذ وقت كثير كبير منهم وعم يشغلهم من دراستهم. فنحن دورنا كأهل أنه نحن نحدد أوقات لاستعمال السوشيال ميديا، نحفز ونعطيهم دافع داخلي موجود عندهم وإرادة هن بإيقاف السوشيال ميديا من خلال برامج أنه أنت مسموح لك استعمال هاي البرامج ساعة ساعتين بالنهار كمكافأة لك بعد إنهاء واجباتك. وإنما نحن ما نكون بقلب الزمن كل شيء نستغرق فيه وقت أكثر من اللازم، ساعة ساعتين ثلاثة نصحى بالنهار إنه أوه ضاع النهار كلياته. تحديد الوقت كتير 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 مهم بهي المرحلة. بعدها المعايرة النفسية للذات ومعايرة الأهل، هل مطلوب إنه أنا ابني يكون متفوق؟ أنا مطلوب من ابني يشتغل على حاله، يشتغل على قدراته، يشتغل على إمكانياته ويقدم ما عنده. ما مطلوب مني أنا حطه بمركز منافسة دائمة وخليه إنه بدك تطلع الأحسن، بدك تطلع أفضل من أقرانك، قرايبيننا، المجتمع اللي حوالينا شو بدهم يحكوا عنك. هذا الشيء رح يسبب له ضغط نفسي ما حيقدر، لأنه دائما شغل تفكيره بالآخرين. العقل البشري ما بيتحمل فكرتين يفكر فيهم سوا، يا أنا بدي أفكر بذاتي وبدراستي، يا بدي أفكر بالآخرين ونظرتهم عني. تمام أستاذة نسور، ذكرتي نقطة أنه اليوم طالب أو طفل خلال فترة الدراسة أنه كيف ممكن فعلا هو يكتشف مهاراته بالحياة أو يمارس هاي المهارات. بتلاقي اليوم كثير في من الأطفال مبدعين وموهوبين إن كان بالرسم أو الموسيقى أو أي موهبة عندهم، بتلاقي الأهالي بيدعموا هاي المهارة أو هاي الموهبة عند أطفالهم لجانب الدراسة برأيهم أنه لا بالعكس ممكن يطلع هو شخص ناجح بالمستقبل، اثنين يكملوا بعضهم. بينما بعض الأهالي بيقولوا لك لا، أنه هذا الشيء عم يضيع وقت الطالب، ممكن يفشل بدراسته. خلينا نوضح شو الصح برأيك. مهارات التفكير دائما بتقول أنه نحن في عنا التفكير الرياضي، التفكير اللغوي، التفكير الفني، التفكير المهني. وقت نحن آلية العمل الدماغ وقت بيشتغل بمنظومة كاملة متكاملة، فالإنسان بيبدع. لا هو إذا اشتغل على مركز الدماغ القائم على الدراسة والحفظ هو معناته رح ينجز بعلامات ريادية وعلامات عالية وعلامات تامة، ولا أنه إذا اشتغل فنيا ومهنيا فأنا مبدع. ولكن هناك في تكامل، وليس الإنسان المثالي يلي أنا إنسان أو أنا طالب مثالي بكل شيء، متفوق بكل شيء. دائما نحن نحط هدف، نحن وين بدنا نصل. وقت أنا رتب أولوياتي، رتب المهام اللي عندي، أعمل توازن بحياتي بين مهاراتي، وكثير مهمة المهارات، بين هواياتي، بين نشاطاتي، الرياضة كثير محفزة حتى على الدراسة، بين دراستي اللي أنا بهتم فيها. أنا اليوم وين؟ بكرة أنا وين رح كون؟ أنا عم بتحدى ذاتي لحتى أكون أنا افتخر بشخصيتي. أنا وين أنا بدي أكون؟ أهلي يفتخروا فيني. هي تقريبا موجز يعني إن شاء الله نكون أحطنا بكامل الموضوع. أكيد. تماما. خلينا نسأل سؤال هيك كتير رح يحبوه الطلاب، هو وقت الاستراحة أو الوقت المخصص للسوشيال ميديا. أكيد يمكن بعد ضغط الدراسة أو بعد نهار طويل كله دراسة وحفظ ووظائف بدون وقت من الراحة، وهلأ وقت الراحة صار عند كل العالم للأسف، يعني هو السوشيال ميديا. ممكن أنهم يستغلوا هذا الوقت بأشياء تعليمية يتابعوها، أو خلاص ياخذوا هاي فترة الاستراحة يتابعوا فيها اللي الدنيا، وقديه ممكن تكون وقيمة؟ هلأ نحن فينا نقول خلينا يستثمروا هذا الوقت، لأنه الوقت هو بالفعل استثمار حقيقي للطالب ولأهل الطالب. أنا وقت بدي أعطيه مساحة فبدي خلي له هاي المساحة مناسبة لإله طبعا ضمن الضوابط الموجودة. فأنا ما عندي مشكلة إذا كانت هي عم يتفرج على أفلام كرتون أو عم يتفرج على برنامج تعليمي أو عم يتفرج على برنامج هو ضمن هواياته، يتعلم مهنة، يتعلم أي مهارة. هذا الوقت هو مخصص له، فخليني أنا أعطيه مساحته لحتى هو يكون مرتاح بهذا الوقت اللي هو عم يقضي. يا ترى هل هو وقت خلينا نقول أنا مراقب فيه؟
أنا مشرف عليه ومراقب من الخلف، ما خليني أنا مراقب مباشر، لأنه كل شيء ممنوع فهو مرغوب. صحيح. قد ممكن تكون مدة الوقت مثلاً يعني مسموح فيها؟ هلا انا هون رح ناقش بشغلتي، قديش وقت الدراسه المسموح فيها وقديش وقت الراحه المسموح فيها. صراحه وقت الدراسه المسموح فيها انا ما بيهمني الوقت يلي قضاه 7-8 ساعات بالدراسه، انا هذا الوقت ما بيهمني، لانه 7-8 ساعات بالدراسه ممكن يقضيها بالنوم، يعني هو عم يغفل، هو فاتح الكتاب قدامه وهو عم يغفل، ممكن يقضيها حاطه الموبايل جوات الكتاب او مثلا حتى عم يفكر هيك عم يصفن مثلا السقف، يعني كثير او خايف من اهله على اساس عم يدرس فانطباع الاهل انه انا ابني عم يدرس 8 ساعات بالنهار. انا ما بيهمني عدد الساعات، وانما انا بيهمني عدد الانجازات يلي حققها خلال هي الساعات، هون انا اللي بيهمني. والاهم من ذلك كلياته انه انا عم بقدر اعطي ابني الوقت الكافي من النوم، يعني مو اقل من 7 ساعات. هون انا بقدر من خلال هالمعطيات اللي موجوده عندي انا بقدر اعطيه وقت الراحه اللازم له وكيف هو يستثمر هذا الوقت. تمام. بما انه ذكرتي موضوع الساعات كمان لازم نراعي نقطه انه اليوم مو الطالب اللي بيدرس 2-3 ساعات خلص او طول النهار هو فعلا رح يجيب نتائج عاليه، لا، في احيانا عندك طلاب بيدرسوا ساعه واحده بس بتركيز بدقه بتلاقي فرق. قد ايه مهم نراعي الفروقات الفرديه اليوم بين الطلاب وقدراتهم، انه كل طالب عنده قدره للاستيعاب وكل طالب قادر يدرس لساعه معينه هو فعلا قادر يحقق النجاح. تماما. هلا كثير مهم انه نحن نعرف شو البرمجه العقليه الموجوده عند الطالب. في طلاب بنقول لهم انه هن موجودين وهن بنسميهم طلاب ابتعاديين. هدول الطلاب شو يعني طالب ابتعادي؟ طالب الابتعادي بتلاقي انه بيدرس بيحضر قبل بوقت، بيراجع المعلومة أول ما بياخذها بيدرسها، بعد بيوم الجمعة بيرد بيراجع المعلومات اللي أخذها طول الجمعة، بعد جمعتين بيرد بيراجع عن المعلومات السابقة، بنهاية الشهر بيرد بيراجع المعلومات قبل الفحص، بيكون محضر حاله كتير منيح. هدول الأشخاص بنسميهم أشخاص ابتعاديين، بيضلوا هدول الأشخاص حذرين متيقظين دائما، نحن لازم نكون على أهبة الاستعداد، عندهم مراجعة دائمة للمعلومة. وفي أشخاص هن الأشخاص اقترابيين ما عندهم الجلادة لأنه يحضروا من وقت كتير بعيد، وإنما قيمة الفحص نحن بنحضر قبل الفحص بيوم يومين ونحن قادرين على تحقيق النتيجة. يا ترى مين اللي حيحقق النتيجة؟ الابتعادي رح يحقق النتيجة والاقترابي رح يحقق النتيجة، ولكن بيختلف. هون عندنا الفروق الفردية بين أشخاص بيقدروا بوقت زمني سريع يقدروا يحققوا النتائج نفسها، وفي أشخاص لا، هن بيحتاجوا لوقت كتير طويل لحتى يحققوا النتائج كمان نفسها، بأنه يكونوا أشخاص دارسين متفوقين قدرانين يستوعبوا المعلومة ويحققوا نتائج جيدة. أكيد. بالختام بدنا نتمنى هيك عام أفضل من الأعوام يلي مرقت لجميع الطلاب والأهل، وبدنا نتشكر حضورك معنا أستاذة نسور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الأمل والتحفيز والنشاط والحيوية. شكرا لك أستاذة نسور، يا رب كل حدا تابعنا من الأهالي يكون استفاد من كل النصائح اللي قدمتيها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا.